من بعد الحلقة الماضية اللي طرحنا فيها بالتفاصيل المملة والاعترافات والإثباتات بالصوت بقضية الميسيون دوفين، كان لناحية التحرشات الجنسية أو الاعتداءات أو الفيديوهات الإباحية والويب سايتات الإباحية، من بعد ما اتصلت عائلة فيي، حكيت مع مندوبة الاتحاد لحماية الأحداث، واحدة من العيال اتصلوا فيي اللي كان معهم الطفل الرضيع، فأحيل الملف لقاضية الأحداث بجبل لبنان. تم الاستماع إلى المندوبة اللي حطت القضاء بهيدي التفاصيل، وهون بقول كمان انه استمع الى الجمعية كمان والاحداث والنيابة العامة وكمان الاشخاص والشباب والصبايا المعنيين بهيدا الملف كمان اللي عم ينظر فيه اليوم المحامي العام التمييزي القاضي كارلا أسيس باشراف المدعي عام التمييزي غسان عويدات. اما بالنسبه، وهلا رح احكي عن الحكم الوقائع والحيثيه تبعه، اما بالنسبه لبعض الاصوات المعترضه على طرح الملف بالاعلام، في بيان للاتحاد لحماية الاحداث، خاصه انه زميلنا توني خليفه بالجمعه الماضيه قال انه جو معلوف معه الملف وطرحه على الهواء لانه هو سفير الاتحاد. هذا الملف طرح على الجديد اول شيء، وتسمت الجمعيه بالجديد اول شيء، فمشان هيك صدر بيان من الاتحاد لحماية الاحداث بيقول ان اتحاد حماية الاحداث في لبنان يؤكد انه كان وما يزال يبقى حريص على خصوصيه الاحداث اللي يكلف بملفاتهم وعلى السريه المطلقه، وهذا الامر من المسلمات ومصلحه الطفل اللي بتجي بالاول بحسب القوانين المرعيه الاجراء وضروره التزام وسائل الاعلام بشرعه اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل. وهون باكد انه نحن حماية الطفل وهويته والقوانين هي اللي نحن التزمنا فيها وكنا ملتزمين فيها من الأول. أما بالنسبة لنشر القرار اللي طلع والتحقيقات، قاضية الأحداث جوال أبو حيدر هي اللي بتقرر إذا بتنشر حكم ولا لا، والحكم انبعت لعدة مراجع مسؤولة بالبلد، لعدة مراجع دينية بالبلد بعلم وإذن المراجع القضائية المختصة. فأتمنى ما تضللوا الملف الأساسي، الممارسات اللي عم بتصير مع الأولاد بالميسيون دو في وحقوق القاصر والطفل احترمت للآخر بهذا البرنامج، ومعي وأنا آخر مين سمى الجمعية، لولا الإعلام هذا الملف ما كمل. أنا من 7 أشهر أو من 6 أشهر متابع هذا الملف، التزمت الصمت بوقتها من بعد ما كتبت تويت، سكت لليوم حتى خلصت التحقيقات. فلأنه ما لازم ولا حدا منا يكون عنده ثقة عمياء ببعض القضاة أو بالقضاء بس يصير في أخطاء معينة، لا، لازم تتصوب هالأمور. في كتير ملفات عليها علامات استفهام اليوم بالقضاء، وهيدا الملف من الملفات يلي وصل لنتيجة وكمل وانكشف كل شيء رأي العام بقرار لقاضي جريئة مثل القاضي جوال أبو حيدر وبإشراف لقاضي شجاع مثل مدعي عام تمييز القاضي عويدات، ولأنه الإعلام تدخل. هلأ إذا بدي أحكي عن وإذا كان الانتقاد أو الهدف من انتقاد تدخلي كإعلامي بالملف للتصويب على الاتحاد لحماية الأحداث، أنا بقولها الليلة على الهواء مقابل أني كمل بكشف هيك نوع من القضايا اللي لها علاقة بالتحرشات الجنسية بالولاد الصغار، بضربهم، بالمواعي الجنسية الإباحية عم تنفتح على تليفوناتهم، أنا ما رح وقف. عشان هيك بتمنى اللي عنده أي مشكلة بالعناد اللي أنا عندي أو الإصرار على متابعة هيدا الملف، أتمنى يوجه سامه علي شخصيا يحيد الاتحاد لحماية الأحداث، بكفي الاتحاد إهمال الدولة اللبنانية والوزارات بحقه وعدم دفع مستحق وسهر مندوبينه ومندوباته ليل نهار ومش عم بياخدوا حقوقهم. أما بالنسبة للطفلين الرضيعين يلي قلت في طفلين مختفيين وقلت في تبديل أولاد، قاضي المنفرد الجزائي ببعبدة قاضية الأحداث من بعد ما اطلعت على التقارير المرفوعة من مكتب اتحاد لحماية الأحداث ومن بعد القرار بإلزام ميسيون دوفي تسلم الرضيعين، وبناء على الإخبار المقدم من المندوبة ب 10/12/2019 اللي أفادت أنه تواصلت معي أنا المندوبة الاتحاد لحماية الأحداث، لأني أنا خبرت المندوبة بأنه في السيد والسيدة أكيد ما رح نقول أساميهم، عائلة اتصلت فيي لإلي وقالت أنه في عندهم ولد موجود منذ بضعة أشهر، عطيتهم إياه جمعية رسالة حياة ووعدتهم بمتابعة إجراءات التبني وفقا للأصول والقانون من دون ما تخبرهم أنه في ملف لحماية للأحداث لدى محكمة الأحداث. وكمان قرار القاضي جوال أبو حيدر بيقول أنه طالبين مقابلة المحكمة بأسرع وقت، المحكمة تقابلت معهم بعد بناء لإخبار ورد إلى المحكمة على شاشة الام تي في ضمن برنامج لآخر نفس مع جو معلوف ببين الضغوطات المعنوية الحادة والغير مقبولة اللي عم يتعرض لها القصار بجمعية ميسيون دو في. أما بالنسبة للجلسة، نعمل جلستين اجوا العائلتين، وحدة من العيال لما راحت عند قاضية الأحداث بتخبرها أنه تلقوا اتصال هاتفي من الأخ جوزيف بميسيون دو في بيقول لهم جيبي الولد ضروري في مشكلة، وين بيتك، وين ساكنة، قديه بدك وقت.
شخص واحد بيقول للعائلة بيجي وبفوت من الباب الخلفي، ليضيفا أنهما وجدا عدد من الرهبان بانتظارهم عند وصولهم على الدير، تجبروا أنهم يسلموا الطفل لأحد الرهبان وطلب منهم أنهم يغادروا فورا الميسيون دو في. وبعدين رجعت اتصلت فيهم الأستاذة ديانا سلامة وقالت لهم الصبي بخير، اطمنوا، نحن أخذنا حكم مشاهدة للصبي من الأحداث، يعني رح يجوا يشوفوا الصبي، عم بيقولوا عن قضاء إذا موجود بالجمعية، وبس يشوفوا الصبي رح نرجع نعطيكم إياه. كمان بالتحقيق بين قال انه في اجتماع مع غبطة البطرك للبحث بموضوع الملف. والاخت ماريا سوع من الجمعية بتقول انه بتكون تنقوا ما فيهم يروحوا الا على يا بكركي يا محكمة الاحداث. وعند سؤالها للاخت ماريا سوع عن الجهة النافذة يلي تدخلت بهذا الملف امام محكمة الاحداث، بتجاوبهم الاكبر تدخلوا وما قدروا يعملوا شيء مع محكمة الاحداث. بعتقد ده سك براءة للقاضي جوال ابو حيدر ولمحكمة الاحداث، ولحتى يرجعوا يختموا العيلة بالتحقيقات ويقولوا بانه هن اتصلوا فيي لإلي يعرضوا مشكلتهم علي، فأنا أحلتهم أمام المحكمة المختصة. أما بالنسبة للعائلة الثانية كمان بيجي سيد وسيدة وهما بحالة اضطراب وحزن شديدين، بخبروا أنه استلموا الطفل المطلوب حمايته من جماعة رسالة حياة بتشرين الأول من هيدا العام، من بعد ما عمره تقرير وتعهد عند كاتب العدل. رجع اتصل فيهم الأستاذ حنوش المحامي اللي شفتوه عامل بيان ساعتين وعم بيكذب كل العالم، طلب منهم أنه يسلموا الطفل للجمعية لكي لا يصار إلى أخذه من منزله يعني بالقوة، فرضخوا لطلبه ورجعوا قالوا أنه الأستاذة ديانا سلامي كمان اتصلت فيهم الساعة 6 فجرا 6 الصبح وقالت لهم نحن ظهرنا بس مع شرط يجوا الأحداث يشوفوا الولد، وهن جايين على 9 الصبح ليرجع يقول لهم استاذ حنوش انه في حال صدر حكم بالتبني لا يمكن لاحد اخذ الولد منه، ما دفعهما الى تنظيم رتبه عماد للطفل للاسراع بالاجراءات. عم بيقولوا نعجلوا واعملوها. والاب نخلي قال له حل القضيه مع الاحداث وبعدين تعال عندي. لا تقول له الاخت حبشي عندك حل من الحلين، يا بتطلع عند البطرك يا بتطلع عند قاضي الاحداث. فقرروا انهم يتوجهوا عند قاضي الاحداث، هون عم بيخيرون يا بيروحوا لهون يا بيروحوا لهون. بناء على كل هيدي التحقيقات واللي بحب يطلع عليها مفصل اللي رح تنزل عندي على السوشيال ميديا بكل صفحاتها، اعتبرت قاضية الأحداث كل من الطفلين الرضيعين اللي تم إيهام المندوبات الاجتماعيات بأنه موجودين داخل جمعية رسالة حياة، اعتبرتهم القاضي جوال أبو حيدر معرضين للخطر عملا بأحكام المادة 25 من قانون 422، وألزمت جمعية رسالة حياة أن تسلمهم فورا وحالا إلى المندوبة الاجتماعية. وهون إنسانية قاضية الأحداث لأن اعتبرت أنه في ضرر نفسي للعائلتين بالرغم من كل مخالفات الميسيون دو في، بالرغم من أنه خبت الطفلين الرضيعين، وبالرغم أنه في قضية تبديل أطفال، قررت القاضية تسلم الطفلين الرضيعين للعائلتين اللي أصلا كانوا الطفلين معهم حفاظا على مشاعرهم حفاظا على تعلقهم بهود الطفلين. هيدا القرار أحيل إلى النيابة العامة التمييزية، لمدير عام وزارة العدل، لقسم مصلحة الأحداث بوزارة العدل، لوزارة الداخلية، وزارة الشؤون، رئيس مكتب اتحاد حماية الأحداث سيدة أميرة سكر، و رئيس عام جماعة رسالة حياة وسام معلوف، للبطرك كاردينال مربشارة بطرس الراعي اللي منتمنى بعد ما سمعنا موقف منه، وللعائلتين يلي مذكورين. فيكم تطلعوا على تفاصيل هذا القرار على السوشيال ميديا عندي.